اما هلا عفاف رح ننتقل لمحطتنا التاليه رح نسلط الضوء فيها على اعمال مؤسسه سوريا بتجمعنا بحلب والنشاطات اللي عم يقوموا فيها. دائما هن موجودين على الارض بكل المناسبات بكل القصص والتفاصيل اللي بتكونوا بيحاولوا يكونوا دائما مع الناس. لنحكي عن اخر نشاطاتهم معنا منسقه مؤسسه سوريا بتجمعنا في حلب يولا غندوري. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير ويسعد صباحكم بكل خير يا رب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك يولا. خبرينا اول شيء عن ابرز الانشطه يلي هلا عم تقوموا بتنفيذها بالوقت الحالي. بدايه الرحم ارواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. طبعا مؤسسه سوريا بتجمعنا كانت من اول دقيقه على الارض يدا بيد نحن ووزاره الشؤون الاجتماعيه بالتنسيق والتشبيك مع الامانه السوريه. فمنذ الساعات الاولى للزلزال ولحد الان كان في استنفار كامل للمؤسسه وكوادرها وامكانياتها ومواردها الماليه والعينيه لتقديم يد العون لاهلنا المتضررين. كان بشكل يومي تسيير شاحنات تحمل مواد اغاثيه من البسه وحرامات وحليب اطفال معلبات طبعا بالاضافه لتقديم الدعم الكامل للمطابخ الميدانيه اللي كانت عم بتغطيها محافظات حلب وحماه واللاذقيه. قدمنا تقريبا 220 طن من المساعدات العينيه والغذائيه ومدينه حلب بالذات كان لها الحصه الاكبر بهي المساعدات. طبعا كمان اشتغلنا مع وزارة الصحة وقدمنا 1000 زوج كفوف طبية لوزارة الصحة. قدمنا تجهيزات لسيارات الإسعاف مستلزمات عمليات جراحية عظمية. هذا كان بتشابك مع وزارة الصحة. يعطيكم ألف عافية. وأساسا منذ تأسيس سوريا بتجمعنا أنتم موجودين دائما على الأرض عم تحاولوا تكونوا موجودين بجميع المحافظات. خلينا نحكي هي المؤسسة عم تكبر شوي شوي، نحكي عن العمل التطوعي استمراره. أكيد في كثير من الشباب عم يحاولوا يكونوا معكم موجودين متطوعين بدمشق إن كان ولا المحافظات السورية. هلا أنا رح أستغل الفرصة ووجودي معكم على شاشة الإخبارية السورية وأتشكر الشباب والصبايا فردا فردا. أكيد. ما بتتخيلي الكمية بشكل يومي للمتطوعين من بداية الزلزال لحد اليوم كثير كبير من المتطوعين ولا مبادرة عنا حدا من الشباب أو من الصبايا أكثروا كانوا متواجدين معنا من أول يوم لآخر يوم بشكل يومي. هذا بفرجي وبيعكس صورة الشاب والفتاة السورية اللي هن عطوا العالم درس كتير كبير. أكيد نحن بنعتز ونفتخر بكل الشباب السوري، يمكن شغلهم ووجودهم على الأرض بجميع الفئات بكبر القلب، يمكن هو اللي بخفف وجع المصاب اليوم والظروف القاسية اللي عم نمر فيها. تماما. أكيد بما أنه عم نحكي عن الظروف القاسية فأكيد الأشخاص والناس بحاجة كتير كبيرة للدعم النفسي، أكيد عم تقوموا بمبادرات دعم نفسي، خبرينا عنها. عم بيكون في مبادرات دعم نفسي، كان في من يومين بمحافظة دمشق مبادرة مع فرقة سونا اللي هي لدعم النفسي للأطفال. عم بيكون نحن وجودنا مع الأهالي بهي الأوقات هي أكبر دعم نفسي لألهم. نحن عم نحاول نوصل لأكبر عدد من مراكز الإيواء. طبعا كل شيء بالداتا داخل على الأمانة السورية، فنحن عم نحاول نعمل دعم نفسي معهم. عم نكون مع حتى مع المتطوعين الأهالي بالمطابخ الميدانية، عم نكون معهم إن كان بالطبخ وإن بتوزيع الوجبات، فهذا عم بيشكل دعم نفسي كتير كبير لألهم. حتى الأهالي عم ندخل لعنده وعم بيشوفوا في مين عم يهتم فيهم، في مين عم يوصل لهم المساعدات، فهذا بشكل كتير إيجابي عم بيأثر على حالتهم النفسية. شو الصعوبات اللي عم تواجهوها أو المشاكل اللي عم تواجهوها؟ في شي صعوبات أو مشاكل؟ هلا هو بس بصراحة العدد الكبير بمراكز الإيواء ودقة الإحصائيات لأنه عم تختلف من يوم هذا المشاكل الوحيدة اللي عم نواجهها. طبعا محافظة مشكورة ممثلة بالسيد المحافظ عم بيقدموا لنا كل لحتى نقدر نوصل لأكبر عدد.
يعطيكم العافية وإن شاء الله يا رب تبقوا بنفس الهمة على طول. يمكن من أهم من مبادئ النجاح عندكم ضمن المؤسسة هو عملية التشبيك، لما نحكي عن التشبيك مع المؤسسات المعنية أو الموجودة على الأرض بالمجتمع المحلي، بخفف عليكم يمكن هي العمليات من خلال توصيل المساعدات، توسيع دائرة النشاط ضمن المحافظة الواحدة أو ضمن جميع المحافظات. فأدي المهم التشبيك اليوم ضمن المؤسسة مع المبادرات الأخرى. تماما، مهم جدا، ونحن بالتشبيك الأمانة السورية والتنسيق مع محافظة حلب عم نقدر نشتغل بشكل أسرع، نوصل لعدد أكبر، هذا كثير عم بيسهل مهمتنا على أرض الواقع. حاليا نحن بتحضير خلال اليوم وبكرة لمبادرة رح تنطلق بعد يومين، هي بالتشبيك أيضا مع الأمانة السورية والإس أو إس، رح تغطي 350 سلة غذائية للأطفال الرضع عمر اليوم لعمر السنة، هي رح عم نحضر لها هلا. فهذا كله لما عم بنكون إيد وحدة مع الأمانة السورية مع المحافظة إس أو إس، هذا عم بيشكلنا تسهيل كتير كبير لنقدر نوصل كل الناس. شو محضرين لرمضان بما أنه رمضان على البواب؟ حاليا هلا عم نحضر اللي قلت لك عليها، مجرد ما نخلص منها رح ننطلق بحملة جديدة إذا الله راد لرمضان. تمام. أكيد أنتم من أول يوم من حادثة الزلزال اللي صار بستة شباط وأنتم مستمرين بالعمل التطوعي، هذا الاستمرارية، استمرارية العمل التطوعي لإمتى رح تضلوا مستمرين؟ وحكي لنا عن أهميتها. نحن رح نستمر لآخر وقت بنقدر نقدم فيه. فما رح نوقف ابدا، طول ما في دعم نحن مستمرين ورح نقدم مساعده لكل اهالينا المتضررين بالزلزال. اكيد ان شاء الله يا رب. يعطيكم الف عافيه وشكرا لك يولا غندور، كنتي معنا من مدينه حلب. يعطيكم العافيه لكم. واكيد تحيه لكل افراد مؤسسه أكيد. سوريا بتجمعنا، بنشكرك منسق مؤسسه سوريا بتجمعنا بحلب يولا غندور، اكيد تحيه لكل الشباب وعلى كل الشغل اللي عم تقوموا فيه، يعطيكم الف عافيه.